مع انه كاين الفيلم المسلسل ديالي باقي كيتعرض حتى في رمضان في الاولى، مي ما صورت حاجه لرمضان بوغ لا سامبل ريزون كنت في دبي وكان عندي التزامات تما، ف وان شاء الله كاينين مفاجات ان شاء الله في هذا العام اللي جاي وصافي. كانوا عندي اعمال في رمضان، كان عندي مسلسل وكان عندي جوج ديال لي تيليفيلم، مي بحكم ارتباطي تما ما قدرتش نرجع باش نصورهم. اول حاجه كنقول الحمد لله كيف ما قلتي، وكاين راي اخر اللي بزاف ديال الناس اللي كيعرفوني من خلال المسلسل كيكرهوني حيت الشخصيه قويه ومتسلطه على الزوج ديالها وهذا، فكيحكموا عليا بارابور لو رول، وهذا الشيء الى دل كيدل انه الحمد لله تقنت الدور وكنت في المستوى، وهذا الشيء كيفرحني تو سامبلومون.